اخواني اخواتي، السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في الهميزات ديال بيم. جبت لكم واحد الهميزات رائعه، ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم. الا كنت اول مره كتشوفوا القناه، ما تنساوش انكم تضغطوا على الزر الاحمر باش تشتركوا معايا في القناه ديالي، باش يوصلكم كل جديد. كيف كتشوفوا القناه ديالتي خاصه 100% بالاشهار. ونبدا لكم باول حاجه، هذا الصابون هذا ديال الماكينه. هذا كيف غادي تشوفوا معايا 12 كيلو، الثمن ديالو 146 درهم اونص. صراحة حجم اقتصادي والثمن جد مناسب. كذلك شوفوا معايا كاين هذا البرودوي، هذا الملين. شوفوا معايا راه كبيرة القريعة ديالته. هذا سوفت فيها 5 إترو والثمن ديالها 44 درهم تقريبا. كاين هذا الفينيغ ولا هذا الخل ديال السدر ديال التفاح، حتى شي حاجة زوينة يعني. كنعرفوا هذا الخل ديال السدر راه مهم بزاف هكذا للصحة. الثمن ديالو 15.90 درهم. وكاين هذا اللي كيبغي هذا الفينيغ بلزاميك، هذه راه نص سيترو. شوفوا معايا الثمن ديالها 26.90 درهم. وكذلك هكذا الناس اللي كيبغيو السكر اليجي ولا ديال مخفف، كاين هاد ستيفيا، هذا الثمن ديالو 18.90 درهم. وكذلك يعني جابوا هاد ديبوشور، هذا كيدير 18.90 درهم، وهذا فيه إترو كيف غادي تشوفوا معايا. يعني هذا راه حجم اقتصادي هكذا، باش كتنظفوا هكا لافابو ديالكم، يعني كديبوشيو لافابو ديالكم. دائما في الحجم الاقتصادي كيف غادي تشوفوا معانا، كاين هاد الدقيق، هاد الفرص هذا ديال الخلاله، هذا كيف غادي تشوفوا ديال المسمن، ديال البينيه، ديال يعني بزاف ديال الحوايج هكذا كاتبين فيه الخبز. المهم راه بزاف ديال المسائل اللي ممكن نحضروا بها الدقيق هذا. ودائما في اطار الهميزات هادو راه كانوا جابوهم نهار الجمعه، وبالنسبه للناس اللي مازال ما خدامش راه باقي متوفرين هاد القريعات الصغار، زوينين وكيتسدوا مزيان صدقوني والله الا هادو غزالين بزاف. راه باقي متوفرين عندهم، يعني لقوا شحال من حاجه هكذا العطريه ديروا فيهم، ديروا فيهم بزاف ديال الحويجات هكذا في الثلاجه ولا اللي بغيتوا. كاين هاد القريعات هادو راه فيهم الحجم الكبير ديال الاترو، وكاين دوك اللي صغار منهم شويه، انا غادي نحطهم لكم باش تقارنوا ما بيناتهم بجوج. صراحه زوينين في لاكاليتي، سدوا الحله ديالتهم زوينه يعني كيتسدوا. شوفوا ليا اللي على اليمين ديال الاترو، اللي على اليسار هذه صغار منها شويه. والغطيان ديالهم راه كاينين في الالوان، راه باقيين متوفرين عندهم. يعني شحال من بيم شفتوا راه كانوا باقي لانه جابوا ستوك كثير. كاين هاد القريعات هادو ديال الزاج، حتى هما راه جابوهم نهار الجمعه ومازال الناس اللي ما خداوهمش. هادو شوفوا هكذا الزوقات اللي كيجيو فيهم، يعني الناس كي اللي كيبغي يدير الحليب في القرعات ديال الزاج، هادو راهم هكذا مناسبين. كاين هادو حتى همايا، يعني هاد بحال هاد القرعات هادو، صراحه ماشي كلشي بيم لقيتهم فيهم. المهم هادو راه باقين متوفرين في بعض المحلات ولا متاجر ديال البيم. شوفوا كيفاش كيجيو فيهم ثلاثه ديال اللوينات، كاين هاد الابيض والنوار، وكاين هذا البوردو، هذا الغطاء ديالها هكذا ديال الزاج بحال هكذا العصير. المهم ما كبيرش بزاف. كذلك لقيت عندهم هاد الكويسات هادو، كيمشيو 6 الكويسات ديال البلاستيك بليزاسيت ولا هكذا الطبيصلات ديالهم مربعين، فيهم 3 ديال اللوينات، كاين داك الاحمر، وكاين هاد بحال الخزي، وكاين هاد داك لورونج. زوينين حتى هما بحال هكا الخريجه، النزهه زوينين تبارك الله. كاين هادو، يعني هادو راه كانوا جابوهم ولقيتهم مازال متوفرين في بعض المحلات كذلك، ديال الجرانيت، ثقيله هاد الطنجره زوينه. شوفوا كيفاش كتجي هكذا في النواغ، الغطا ديالها ديال الزاج. دابا ندوزو باش نوريكم الهميزات اللي غادي يجيبو نهار 7 اكتوبر ان شاء الله. كاين هاد الفران ديال ايتيمات كيدير 899 درهم، يعني ايتيمات هاد الفران راه خداوه الناس بزاف وخدم ليهم. كاين هاد السوينيات هادو ديال بلاستيك، هادو الصغيره كدير 44 درهم والكبيره 64 درهم. كاين هاد المقيله هادي اللي كتشوفوا معايا ب 99 درهم ديال الجرانيت، هادي راه كانوا جابوها ومازال عاودوا رجعوها. كاين هاد العلب هادو ديال التقديم، هادو كيديروا 99 درهم. كاين هاد البونبونيير ب 39 درهم فاصله 90 ديال الزاج، زوينه حتى هيايا. هاد الطبيصلات اللي كتشوفوا معايا ب 12 درهم فاصله 90، والموديل الاخر ب 9 درهم فاصله 90. يعني كاينين بزاف ديال الهميزات. كاين هاد الصحن هذا ديال السلطه اللي كتشوفوا ب 34 درهم. كيف قلنا هاد يعني هاد الهميزات راه باقي غادي يجيبوهم ان شاء الله. نتمنى ان هاد الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش انكم تبارطاجيو باش يوصل اكبر عدد من الناس. يعني كنحاول باش نوريكم هكذا جميع لي زارتيكل، باش هكا تسكرينيو، يعني اللي بغى شي حاجه يشوف لا دات باش يقدر يستافد منها.
يعني حيت كيف كنعرفوا بيم دائما كيجيبوا لنا هكذا هميزات كيكونوا بتأثمنة زعما مناسبه. شوفوا ليا كاين هاد الاله ديال البانيني حتى هي بروموسيون، كاين هاد ديال التوست، يعني بزاف بزاف ديال الهميزات. شوفوا ليا يعني كنعتذر حيت معاه كان هكذا الزاج كيعكس الاضاءه، كنحاول باش نبين لكم هكذا لي زارتيكل اللي كاينين. شوفوا ليا لي برومو اللي كاين، هاد الصح المستطيل داروا لي بروموسيون، كاين هاد الطبيصلات هكذا ديال الرخام، فنين فنين صراحه. راه بزاف ديال المسائل هكذا غادي يجيبوهم بيم. كاين هاد البويوار حتى هو ناقصين فيه 119 درهم، وكاين هاد ديال الزاج حتى هو زوين، هذا حتى هو ب 119 درهم عوض 149 درهم. صراحه يعني بزاف ديال الهميزات ولي زارتيكل. شوفوا لي هاد الخلاط ب 219 درهم، طحانه هكا ديال العصير، كاين هاد المقيله شوفوا لي باليد ديالها هكذا ديال العود. عرفتي راه بزاف ديال الهميزات، ان شاء الله غير ردوا البال باش هكذا اللي خاصه شي حاجه يمشي لاقرب محل ديال بيم باش يستافد. وكنتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش الدعم ديالي في القناه، الله يجازيكم بالف خير، تخليوا لي التعاليق ديالكم لي لايك وتبارطاجيو لا فيديو باش توصل اكبر عدد من الناس. وبالنسبه لهاد لي زارتيكل اللي كتشوفوا معايا دابا، هادو راه كاملين كانوا جابوهم هاد الجمعه هادي، وراه مازال متوفر في المحلات اللي مازال ما استفدش منها. نتمنى انه يزور اقرب بيم باش يستافد من هاد الهميزات. بالنسبه للاثمنه يعني كل ارتيكل من هادشي صورته لكم انتم غادي تلقاوه معايا مصور هكذا بالاثمنه ديالو. وهذا ما كان، نتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم، كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم للقناه، الله يجزيكم بالف خير، خليكم مع الفيديو وكنتمنى لكم فرجه ممتعه والسلام عليكم.